اكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر تبذل قصار جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر قمه مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ كوب 27 عن تنفيذ التعهدات الدوليه لمواجهه ظاهره تغير المناخ جاء ذلك خلال كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي وجهها لاعمال النسخه الثانيه من الاسبوع العالمي للفرانكوفونيه العلميه بكل مشاعر الود والحفاوه يطيب لي أن أرحب بالسادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرانكفونية، المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة. ويأتي مؤتمركم الموقر، ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ كاب 27 بمدينه شرم الشيخ الخضراء وتبذل مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمه عن تنفيذ التعهدات الدوليه لمواجهه ظاهره تغير المناخ